يا مساء الفل والسعادة والسكر الزيادة على كل أعزائي المشاهدين. أهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا كرسي النجوم. هيكون معانا نجم كل مرة في مجاله. معاكم أنا أسماء المهدي. مساء الجمال على أجمل مشاهدين وأصدقائي مذيعين، معاكم سماح حسنين. مساء السعادة وراحة البال، كل سنة وإحنا طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم منها كتير، وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الأخلاق والصحبة الطيبة. الصحبة الطيبة هنتكلم عن الصاحب الجدع. وسماحة هتقول لنا مثل دلوقتي. في مثل شعبي جميل بيقول الصاحب الجدع ملهوش مرتجع. فعلا يا سماحة، أجدع حاجة في الدنيا وأحلى حاجة في الدنيا الصاحب الجدع. وقت الفرح هتلاقيه، ووقت الشدة دايما هيكون موجود فيه. فعشان كده لازم نحتفظ بأصحابنا الغاليين اللي احنا فعلا ممكن ما نلاقيهمش في الزمن ده دلوقتي. يا هتقولي يا سماح خليني اقول انت مش عارف اقول ايه، بس هقدر اقول ان انا الصاحب الجدع فعلا المرتجع بتاعه بيكون صعب جدا، ما ينفعش نرجعه باي شكل من الاشكال، لانه كنز من كنوز الدنيا ما ينفعش ان احنا نضيعها، ما ينفعش ان احنا ما نلاقيهاش. حافظ عليه علشان وقت الشده هتلاقيه. ودلوقتي هيكون في اول فقره معانا على كرسي النجوم النجم الزمن الجميل، النجم الوسيم، الفنان المتألق الغالي علينا كلنا، الفنان اللي دايما بحب كل اعماله وليه طلته على الشاشه، قيس عبد الفتاح. اهلا بيك يا فنان. اهلا اهلا اهلا. المستقبل، انتوا لما قلتوا لي الاستاذه سماح تكلمني وحضرتك والاستاذ عبد الرحمن كرسي النجوم، انا في قمه سعادتي. انتوا النجوم، انتوا المستقبل. انا عايز اقول الحياه هتستمر. انا حقيقي عشت مع نجوم كبار قوي 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 قوي، يعني لو اقعد اعدلك يا استاذه اسماء كتير كتير والله يا سماح. زي ما بقول لك كده، عارف يا استاذ عبد الرحمن لما برجع بتاريخي، لما قلت لي كرسي، هو كرسي ايه يا جماعه؟ كرسي نجوم. النجوم انت اول حد معانا في كرسي النجوم. قدر للعبد الفقير لله ان بعد تكريمي قريب. الف مليون مبروك اصلا على التكريم. الله يبارك في حضرتك. تستحقه بجداره. يا على فكره انا اسف قطع الكلام، بس انت علامه، انت جان السينما المصريه. احنا بجد لحد النهارده بنتعلم منك الشياكه والاناقه واللباقه بجد. والله حضرتك في المقدمه قلت الصاحب، الله كنت بتكلم عن الصاحب، كلمة كبيرة. فين النهارده؟ تعرف صاحبي كان مين يا استاذ عبد الرحمن؟ لا ده السؤال اللي ايوه. لا انا عايزه اقول لك دلوقتي المثل اللي سماح دلوقتي قالته، المثل الشعبي، احنا قلنا حاجه مبسطه اول ما حد يقراها هي الطفل الصغير هيفهمه. يعني ايه الصاحب الجدع ملوش مرتجع؟ بما انك معاشر اجيال ونجوم، عايز اعرف مين الصاحب الجدع اللي انت ما عملتلوش مرتجع لغايه دلوقتي عايش معاك؟ هو اللي عايش معايا لغايه دلوقتي يا استاذه اسماء قيس عبد الفتاح. قيس عبد الفتاح هو الصديق اللي انا مش لاقيه، بس هو معايا كاتم اسرارك جوايا، واخد بال حضرتك؟ هو جوايا ليه؟ ليه انا بقول لحضرتك دلوقتي؟ لاني افتقدت الاستاذ سيد بدير. لما اشتغل مع الاستاذ سيد بدير 25 سنه بعمل معاه برنامج ما يعجبنيش في الاذاعه، وعمل لي فيلم وعمل لي مسرحيه، تركيبه انسانيه. هو فنان كبير 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 قوي، لكن بتكلمي عن الصاحب. ليا اصدقاء كتير ليه، انما فين النهارده؟ فين السبيشال ليك؟ فانا صديقي النهارده هو قيس عبد الفتاح، اللي بدور عليه، اللي ما زلت بدور عليه يا استاذ اسماء. تعرفي يا استاذ سماح، عايز اقول لك على حاجه. الزمن ده ما هي مشكله، كان زمان واحنا تلامذه في معهد التمثيل بتاع سنه رابعه بيعرف سنه اولى، كان في تواصل. استاذ مديجي انا اعرفه هو يعرفني، استاذ عدلي كاسب اعرفه انا اعرفه. الوقت حصل عارفه ايه؟ جابه طويله. دي اللي انا زعلان لها حقيقه، يعني بجد. لما تيجي تفكري النهارده الاجيال، والله يا استاذ عبد الرحمن تلاقي في جابه حصلت، وانا باكرم
قريب، وطبعا بشكر ربنا ان انتوا استضفتوني في يوم خالد مولد الرسول. مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شوفي شوفي الجمال لما تحسي الصدف وكرم، وبعدين باجي بقابل الجمهور من خلالكم وانتم المستقبل الجميل. انت نورتنا وحظنا فعلا. نتجمع واول حلقه لينا يوم جميل 6 اكتوبر كان امبارح والنهارده كل ايامنا احتفالات. يا رب كل ايامنا احتفالات مع حضرتك ومع جمهورنا الجميل. ما انا بقول لسعادتك ده من حسن الطالع. عارف ليه بقى؟ في مصالحه بيني وبين ربنا، في مصالحه بيني وبين نفسي، ودي بقولها للشباب الموجود ودعوات الهانم والدتي حسين هانم غالب اللي انا ببتدي الحلقه من اصول ملكيه، وببعت لها التكريم اللي انا خدته ببعته لها. هذه السيده يا استاذه الام، اللي عنده ام ارجوكم، اللي عنده ام وبقولها وانا ببص للناس، قوم الصبح بوس ايديها وبوس رجليها. الام الام يا جماعه ربنا يرحمها، ام حاجه وربنا يا رب يبارك حاجه عظيمه وكبيره طبعا في عمرك. انت النهارده بتدي مثل ودرس لكل انسان عنده ام ازاي يحافظ عليها. حقيقه يا استاذ عبد الرحمن، عارف ايه؟ لو احكي لك مش ممكن. تعرف تاريخ رحيلها يا استاذه يدرس. هتقول لي يعني ايه 30/12/2010؟ لو هي كانت اتاخرت في الرحيل 25 يوم، كنت انا اعرف اعمل عمر مكرم؟ كنت انا هعرف اروح ازورها عند شريف مختار؟ كنت اعرف ازورها ادفنها في مدافنها الجديده في 6 اكتوبر؟ شوفي جمالها، حسن مش عايزه تتعب. حسن الحكيمة دي جميله وانت انسان جميل، واضح قوي التربيه باينه في حضرتك. الفنان قيس، عملت في مشوارك الفني عملت ادوار كتيره جدا في مسرح وسينما. ايه الدور اللي كان نفسك تعمله ما عملتوش لغايه دلوقتي؟ سؤال يا استاذه في الجون. عارفه لما يبقى السؤال في سن العرضه وفيها جون، هقول لحضرتك مهما عملت طبعا في دور لا انساه وانا بتخرج من معهد التمثيل. انا عملت هاملت في الازبكيه، لان احنا كان عندنا التخرج بيبقى شهر في الازبكيه وبنتخرج. هاملت لا انساه لغايه النهارده، حتى في جزء يا استاذ عبد الرحمن قال ويليام شكسبير على لسان هاملت، هو النهارده يا استاذه هو قيس عبد الفتاح اللي بيقول فيه على لسان هاملت بمناسبه المسرح، بيقول فيه ايه؟ ليت هذا الجثمان وما اصلبه على الرزايا والكوارث، ليته يذوب ويسيل وينحل الى ندى، بليت بارئ الانسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم عليه قتل نفسه. بيبتدي يكلم ربنا بيقول له اي الهي اي الهي ما اثقل جميع مصطلحات هذا العالم وما اسفلها وما اقدمها وما اقلها. الله الله، دي عايزه المسرح دي. بيشتمها وبيقول لها قبحا لهذه الدنيا وتبا لها. بيعمل عمليه شرح يا استاذ عبد الرحمن، انها لحديقه غير مهذبه ينمو فيها النبات فطريا، بيتكلم عن نفسه وتستولي عليه الاعشاب السمجه. هو ده اللي احنا واصلين له النهارده، ودي الكلمه اللي انا قلتها. عايزين فنخطف حضرتك في حاجه مهمه جدا. اتفضل يا استاذ. عايز اقول لك الخطفه دي بقى انا اللي محضرها لك فجاه. انا عارف يا رب جاوب عليها. احنا عاوزين نخطفك المغامره النهارده. اللي انت شفتها في حياتك ومأثره فيك لحد دلوقتي، ايه هي؟ كلمه السر. كلمه السر. ايوه بقى المغامرات بقى. اقول لك على حاجه. قول. كانوا دايما يقولوا قيس عبد الفتاح شقي. انا شقي من زمان. والله عارف. اه بحب الستات يا استاذ سامح، انا بحبهم. يا ربنا يدوم عليك نعمه. عايز اقول لك بحب. وبعدين انا في حد يحب ستات؟ ما انا هقول لك. مالهم الستات يا عبد الرحمن؟ هقول لك ده حاجه والله. بس في الزمن ده احنا في عصرك احنا الاثنين. انا بخاف. ما انا هقول لك يا استاذ عبد الرحمن، هو الانسان بيبقى ايه؟ في بطن امه 9 اشهر، ست امراه. تمام. بينزل بتقعد تربيه، بيبقى مع امراه. يكبر بعد كده بيتجوز مع امراه. بعد كده ايه؟ فالست في حياه لا ليك عذرك، انت ليك عذرك، حب الستات ليك عذرك. ما تقنعنيش، هي ست اتنين تلاته، لكن مش ستات تفرق. لا انا بحب الستات كلهم. قلبك رمان. طب الدولاب، الدولاب كلمه الدولاب اخباره ايه؟ الدولاب اخباره ايه؟ كلمه السر. ايوه المغامره يا جماعه. النهارده احنا جايين باسرار هو ما يعرفش ان احنا عارفينها. عرفناها معلومات حصري. معلومات لينا احنا. انت يا استاذ عايز اقول لك على حاجه. انا مره واحده خبتني في الدولاب بس
انا عارف ليه؟ كان هي اجنبيه، كانت ست اجنبيه وبتاع وكده، كانت والدتها في الاوضه المجاوره، فلقيتها ايه خبتني في الدولاب. انا لا انسى اليوم ده. كررتها؟ ها كررتها؟ لا طبعا لا، توبه من دي النوبه طبعا. بقى كنت شاب اياميها، عمري كان عمري كام، 30 سنه ولا حاجه، ولا 28 سنه حاجه كده. دي كان من ضمن الذكريات اللي ما انساهاش يعني، يعني خالص يعني. مغامراتك كتير ولسه الكرسي عليه اسئله كتير، مستعد ليها؟ مستعد والله. طب خد انا بقى، بما انك بما ان كرسي النجوم ايوه، وانت كنت عايش مع اجمل نجوم، عايزاك تحكي لي كواليس من فيلم ابي فوق الشجره مع الفنان الجميل الراحل عبد الحليم والمخرج حسين كمال. يا الكلام عن حليم يا استاذه اسماء في شجن. مجرد ان انت يا استاذه سماح ويا استاذ عبد الرحمن تتكلم عن حليم في شجن. هذا الانسان الاسطوره ده مؤسسه حقيقه. سيبك من ايه، إن انا كنت اشتغل مع عبد، كانوا دايما وانا بشتغل مسرحيه عائله سعيده جدا كانوا يقولوا ايه، انا وزبيده ثروت الاثنين دول اللي اشتغلوا مع حليم. دي شهاده. لا انسى سنه 70 تليفون عندي الارض بيضرب، لقيت حليم بيقول لي انت بقيت منتشر. كنت عامل مسلسل في التلفزيون اللي هو الرحله، اخرج الاستاذ نور الدمداش، كان معايا زوزو ماضي ومحمد المليجي، طبعا اساميهم اكبر من اي القاب، الاستاذ صلاح ابيل و فلقيت حليم بيكلمني بيقول لي انت بقيت منتشر سنه 70، مش دي تضاف لشهاده معهد التمثيل؟ طبعا. حليم بقى لما اقول لك عن الذكريات اللي هي بقى الموقف اللي انت قلت لي قد ايه هو بيحب فنه وفي عز تعبه. لما المخرج قال له يعني احكي لي اللي هو موقف التيشيرت. كنا في البلاج عايده في المنتزه اللي هو فيلم ابي فوق الشجره، وكان في تواليت، هو خارج من التواليت كان لونه ازرق يا سماح، كان عنده نزيف، ومع ذلك كمل التصوير يومها. هو ده عبد الحليم حافظ. ولما المخرج قال له إيه انت اقلع التيشيرت ازاي كله قاعد على البلاج، ان انت لابسين مايوهات وانت لابس تيشيرت. انت عارف حليم كان ليه كذا عمليه كده، ف قال المخرج كذا مش هقدر، قال له لا، وقدر العبقري حسين كمال اللي هو عمل من البلاج محكمه يقدر ده يداريه. حتى انت لو تاخد بالك هو بيتقلب كده، لا تتخيلي يا استاذه اسماء، عبقري حسين كمال ده. مشهد لا انساه بقى، اللي انا واقف جنبه كان لابس قميص اسود وبالك يا سماح وبنطلون اسود، ولقطه تتاله عصام فريد ماسك الكاميرا والحاج وحيد واقف جنبه، هيقول رميت نفسك في حضن ساقك الحضن حزن حتى في احضان الحبايب شوك شوك يا قلبي، واللقطه تتاله. فانا واقف اهزر معاه، فقال لي يا قميص بس استنى وبتاع، انا داخل في مود دلوقتي. المهم انا استنيت واللقطه تتالى ما فيهاش حاجه. جيت يوم الافتتاح يا استاذ عبد الرحمن، عارف لقيت ايه؟ الناس بتبكي. اذا الراجل ده كان صادق، الراجل ده كان صادق. انا هكلمك يا استاذ سماع عن استاذ اسماء، سالت سؤال من عايز اطلع عن حليم، عايز اطلع في حاجه مهمه. الممثل لا عايز اقول لك حليم الممثل. وقول لي على الصدفه كمان، الصدفه يوم عيد وفاته. عيد وفاته ايه؟ يوم رحيله. كان مولد سعاد حسني، وكمان الباسبور بتاعه، والباسبور بتاعه كل الكواليس دي يا جماعه. هو انت كنت حكي كان اخر يوم في الباسبور هو معاد رحيله. يا اجمل يعني فنان. اقول لك على حاجه، لحاجه افتكرتها والنبي استنى والنبي ده لازم اتفضل يا فنان. حاجه افتكرتها، والدي وانا واقفين والمذياع كان زمان ما في بتاع، فكان حليم بيغني نار اسبيقه فاجئ، الراديو بيطلع نار وصوت حليم بيخفت. حتى هي صدفه يا اساتذه بجد، والله العظيم دي واقعه. والتليفون والراديو كان شيك بقى. والدي واقف، انا مش عارف اضحك ولا اعمل والله. حليم عمال يقول نار وينزل وده الدخان يطلع. حتى الجماد يا استاذ، طبعا صدفه صدفه الجماد تاثر بصوته. سبحان الله، انا خدتها بالزاويه دي، انما هي صدفه طبعا. لا لا مستعد عبقري. مستعد للسؤال اللي جاي؟ اتفضل كرسي النجوم. اتفضل سامح اتفضلي. كفنان كان اكيد بيطلع عليك اشاعات، ايه الاشاعه اللي طلعت عليك ومش صحيحه وحابب تصلحها في برنامجنا؟ ارجو اللي بيقول كلام بس قبل ما يقوله. لا احنا عايزين تقول لنا اشاعه طلعت عليك وزعلتك جدا. لقيت صوره فيها حليم وفتحي عبد الستار وفاروق وانا، فقالوا ان هو رحلوا فاضل هو. انا مش عارف ارد يعني، ما بقتش عارف ارد. معاد الرحيل ده عند الخالق، ما فيهاش
طلعوا عليك ان انت توفيت. طلعوا اشاعه ان انا رحلت. ربنا يديك الصحه. فانا بيني وبين حضرتك اذا كان مكتوب لي ارحل هقابل ربنا، هروح اقابل والدتي، نفسي اقابلها. ربنا يخليك يا بعد عمر طويل ان شاء الله. نفسي اقابلها حقيقه. عارفه الست دي؟ الست دي بوسينة هانم غالب. انا هقول حاجه يا جماعه من خلال برنامجكم، وبقولها يمكن لاول مره. المقوله اللي انت المقوله اللي انت مش قادر تنساها لغايه النهارده. يعني عارفه ايه؟ هذه السيده مين قالتها ايه؟ ما انا هقولها مش لحاجه. ملوك وبشوات. حفيده الامير رجب اغا الكاش. مين قريبها يا استاذ عبد الرحمن؟ صلاح ظفار وعز ومحمود ظفار ولاد بنت عمه والدي. والدي الله يرحمه مين والدته؟ نبيه هانم اباظه من العيله الاباظيه، ابن خال ابويا وجيه اباظه. العيله فيها مين؟ كتير. عمري يا استاذ عبد الرحمن لم استغل الواسطه ولن استغلها. ده مره مخرج جاب صلاح ظفار وجابني في روايه الفراشه بتاع الدكتور رشاد رشدي. بقيت اقول له يا صلاح ما تقولش ان احنا قرايب لان انا ما بحبش الواسطه. انما النهارده يا استاذ السماح لا تعليق. والكلمه اللي قلتها في المهرجان وانا بتكرم انا بعيها. احساسي يومها يا استاذ عبد الرحمن هو اللي قالها. والله يا اسماء زي ما بقول لك. طبعا. حقيقه النهارده احنا النهارده في عيد عشان انت معانا. والله انا اللي في عيد ان انا مش قلت واحساسك ومشاعرك وصلنا. مستعد ليه على كرسي النجوم؟ يا عم قول. سعاد حسني الفنانة الجميلة اللي العالم العربي والعالم كله كان بيحبها، انت كنت قريب منها جدا. هسألك سؤال بقى او لا، كان في حب او صداقة بينك وبينها؟ انا عشقتها هذه المرأة. هذه المرأة كل فنان يشتغل معها حبها. ده انا لا انسى مشهد ليا انا وهي وداخل، كان ساعتها متزوجة من الزميل العزيز علي بدرخان. هي مش حاسه، هي عايشه، كانت تعيش الدور. فكان اي ممثل يشتغل معاها يحبها. بس هي النقطه نقطه ايه؟ انا من الناس، انا برج عقرب، ما اقدرش اقول. اوعى تقرب. اوعى تقرب. العقرب اوعى تقرب. يعني ما اقدرش. طب برج العقرب اثر بقى في حياتك؟ جدا جدا. ده عايز اقول لك على حاجه. انا كنت اروح للمنتجين الم الفلوس اللي في البيت، اروح يقول لي كذا، اقول له انت عايز ايه؟ استحاله ان انا اتنازل عن كرامتي ده لما تقولي لي. وبعدين هو ناري على نفسه جدا. وما زلت لغايه النهارده انا بيتي اللي عايزني انا وسهلا، مش عايزني اوكي. ده في مخرج يا جماعه زمان كنت اترشح في عمل، الاقيه ما يجيبنيش، اترشح ما يجيبنيش. ايه الفكره؟ جميله قوي. لا اسمع حلوه. الفكره انا سعاد حسني القمر الله يرحمه. صور دي بالكواليس يا جماعه. جميله سعاد حسني. كانت عارفه يا اسماء، كانت عارفه ايه؟ بسمه وبهجه. نبقى ماشيين. زبده زبده. اوبا بيقول عليها زبده لان هي فعلا زبده بتنور. طبعا. طب ليه العلاقه بينك وبين زبده او فنان؟ ما اكتملتش. خليتني اقول زبده. لا عارفه انا حبيت ليه العلاقه ما اكتملتش؟ بين زبده. زبده ثروت. انا حبيتها جدا وهي حبتني. النقطه كانت عايزه تجيب المأذون الساعه 3 الصبح. 3 الصبح وانت قلت لي انت عينه دي. لا ما انا ما كان اياميها انا يعني هي كانت صعب شويه يعني زبده ليها كده بتاع. انا رحت اتجوزت مخرجه في اذاعه الشرق الاوسط. ام هي طبعا عملت ثوره وراحت اتجوزت مين؟ عمر ناجي. ما عادوش غير ثوره عليك انت؟ ها؟ ثوره عليك انت؟ ثوره عملت. هو بالك؟ لا ده كانت حدو. لا زبده ثروت الله يرحمه. الله يرحمه. تصدق ان انتوا كان فيكوا شبه من بعض؟ انا نزلت معاها القبر والله. انا نزلت معاها القبر الله يرحمها. دفنت في مصر الجديده، كانت عايزه تدفن عند مع حليم لكن دفنت في مدافنها عند الفريق احمد ثروت بتاع ابوها. انت رحت تزورها؟ اقول لك على حاجه، انا يمكن بروح لعبد الحليم كل سنه. واخد بالك؟ كل سنه بتروح. يعني من خلال برنامجكم والله برافو عليك يا سماح. بتوع تونس وبتوع المغرب بيكلموني لان السنه ايام الكورونا ما بتتفتحش الشقه ولا البتاع. فارجو ان يبقى في مكان يتحط فيه مقتنيات عبد الحليم حافظ، الناس اللي جايين من بره يزوروا لان الشقه ما بتتفتحش دلوقتي او بتاع في الذكرى بتاعته. دلوقتي يا جماعه مناشده على الهواء بنطلبها من وزاره الثقافه، بنطلبها من كل مسؤول. يا ريت انه احنا نعمله زي يوم بازار. يعني الفنان عبد الحليم حافظ هو نقول ان هو نقول نجم في سماء مصر، فلازم الناس كلها تشوف وعلامه. يا ريت حتى الان يعني يا ريت وتبقى في مقتنيات والناس زي ما بيروحوا للست ام كلثوم طبعا حاجه هرم. لا احنا نطلع بقى، احنا نقسم
كل شهر كده نروح لفنان واحنا معاك قطع. هم بيفتحوا لي الشقه طبعا وكل حاجه بالنسبه لي انا، لما انا بتكلم بالنسبه للناس فبيبقوا عيني جايين لواحده بتيجي تاخد الطياره من تونس تنام تروح لحليم وتاخد الطياره وترجع. زعلت جدا السنه اللي فاتت ولا قبلها بتاعت الكورونا ما بتعرفش. فانا من خلال برنامجكم اللي يعني النجوم. السؤال بقى، السؤال بقى اللي جاي مين اللي هيقوله؟ اسماء. اسماء لا والله يا عبد خلاص انا هقول بقى. طالما جبنا عبد الحليم، عبد الحليم طبعا اثر في حياه قيس عبد الفتاح. عارف اثر في ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ وانا تلميذ في المعهد كنت بحب زميله كانت في قسم الديكور، كانت سابقاني بسنه. المهم زميله ولا زميلات؟ زميله. زميله كنت بحبها جدا وكده. المهم لما اتخرجت فبقول لها نتجوز، فكبات ترفض شهر اثنين ثلاثه. بعد كده فوجئت ان هي رحلت، فرحت لوالدتها فقالت لي كانت بتحبك جدا لكن ما كانتش تقدر تتجوزك لان كان عندها القلب. هذا الموضوع بشترك فيه مع حليم. في ايه؟ حليم كان قصه حبه الحقيقيه كانت مين؟ جيهان العلايلي. ورحلت وبان اي بطله اشتغلت مع حليم كان في استلطاف، في رب، في انما قصه حبه اللي انا بشترك معاه فيها هي دي. ومن هنا على فكره بقى مأساة قيس عبد الفتاح مع الستات او مع الزواج. بيني وبينك انا بقى انت جبت بقى النقطه. طب انا هنا معانا صوره على الشاشه مع الفنان النجم الزعيم عادل امام. علق لنا على الصوره وقول لنا ايه علاقتك بالفنان عادل امام؟ والله يا عادل زعيم الشاشه يعني هقول لحضرتك اشتركتوا. عادل انا اعرفه من قبل، كنا بنقعد في الاب بس واخد بالك، وكان ليا ترابيزه بيقعد عليها كل فنانين مصر. محروم من ده دلوقتي بيني وبينك. فبيني وبينك عادل زميل واستاذ، والفيلم اللي عملناه مع بعض اللي هو على باب الوزير لغايه النهارده الناس بتتفرج عليه. وهنا نجاح العمليه الفنيه ان فيلم عايش من الثمانينات. طيب بالظبط. اخر سؤال بقى معانا. اخر سؤال؟ دلوقتي جري. دلوقتي جري. احنا طبعا عايزين نقعد معاك ساعات بس. ايوه بس اسالي سماحه عشان في سؤال. اشتغلت مسرح واشتغلت السينما. النجاح الاكتر اللي حققته في السينما ولا المسرح؟ مش المسرح، ممثل المسرح شابوه. ممثل بيقف على الخشبه، انا لا انسى يوم التكريم والله يا استاذ سماح، الدموع وقفت في عيني وانا داخل على الخشبه. الخشبه دي الممثل اللي بيشتغل عليها بيبقى ممثل قوي. شوف الاستاذ عبد الله غيث، الاستاذ عمر الحريري، كل الممثلين الاقوياء في السينما واخبار حضرتك اشتغلوا مسرح. مسرح واذاعه. الاذاعه عارف عبد الحليم حافظ كان يقول لي ايه؟ والله يا اسماء عارف يا استاذ، يقول لي الاذاعه هي ترمومتر الفن. لما الاذاعه باردون هبط انا بروح دلوقتي اعمل ايه في الاذاعه؟ عيله مرزوق ومن الجاني بقيه الاعمال. عايز اقول لك وانت قلت مقوله، وقتنا قرب ينتهي. عايزين نقول جمله من كل حد فينا لحضرتك. تحب تقولي النهارده ايه يا اسماء الفنان قيس عبد الفتاح؟ عايزه اقول له انت علامه، انا اتعلمت منك كتير، اتعلمت يعني ايه حب الام لغايه الان في السن، في سنك طبعا ربنا يديك الصحه والعافيه، يعني ايه ام مهما طال بيك الزمن وكبرت في العمر الام ام. الله عليك. الله عليك. تحب تقولي يا سماح؟ اتعلمنا منك بجد اليومين اللي فاتوا التواضع والانسانيه بتبقى ازاي. هي دي المفروض يا سماح. يا سماح حبوا بعض. حبوا بعض. وانا عايز اقول لك كلمه. حبوا بعض. عايز اقول لك كلمه حلوه قوي بجد. اتفضل. انا اتعلمت منك الرقي والاسلوب الواضح والبسيط، ازاي ان الواحد يتعامل مع الناس بمنتهى الرقي. دي مدرسه كبيره قوي. الله يكرمك. في كلمه انت كنت قايلها لي ان انت الاوسكار اللي انت خدته حب الناس، مش حب يعني هو ده الاوسكار اللي انت خدته والنجاح اللي حققته. الله عليك. هي دي هي دي. انا لما بمشي في الشارع انا في واحده قالت لي جمله والنبي ايه هي؟ ما بقاش في منه دلوقتي. فعلا ما بقاش في منه. دي حقيقه. دي حقيقه. احنا كل دلوقتي احنا لسه قدامنا دقيقه ممكن نعمل حركه حلوه قوي. احنا في اول ظهور لينا مع حضرتك بنقدم لك الورد. في ورد ده بيعبر عن حبنا. اجمل انا اللي متشكر جدا يا سماح. ونورتنا وشرفتنا بجد وزدتنا كمان. شكرا شكرا. احنا عايزين حبينا نقول برضو حاجه من خلال حضرتك. الفن الجميل هيفضل جميل مهما حصل ومهما يحصل. بنحب الزمن الجميل علشان اتعلمنا منه كتير، ومهما بيحصل هنقول كرسي النجوم هيعمل ايه معانا يا اسماء؟
كرسي النجوم دايما مع كرسي، هيكون معانا كل مره نجم جميل عظيم زي الفنان زي عبد الفتاح. اكيد ربنا يوفق يعني تتوفقوا وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. وكل سنه وحضرتك طيب. وانتوا طيبين، انتوا المستقبل ونورتنا، انتوا المستقبل. شابوه شابوه حبيبي حبيبي، ربنا يسعدك منورنا ومشرفنا. دايما كده بنتعلم منك يا رب. ميرسي ميرسي ميرسي. دلوقتي هنختم مع اعزائنا المشاهدين، انتظرونا من كل اسبوع مع نجم جديد في مجال أسماء جديد. اسماء المهدي، مع اسماء المهدي، سماح حسنين، عبد الرحمن صالح، كرسي النجوم.